لسانك الله يصحى الجميع. ها سعد، ايش رايك في القصيده؟ حلوه ولا قد؟ سعد اسلم، تجينا مره ثانيه ولا خلاص؟ ايش رايك؟ خلاص انت حسب المسا ابو جن جامعه ترى عندنا ملاهي هنا. سعد يشوف الملعب، شاف المسبح، في ملاهي وشاف الملاهي. طبعا سعد ادعوا له الان في المدرسة ومجتهد. الله يوفقك ترى. والله ان اسبوعين يا بابا ابغى اجي معك، قلنا نجيب هذه الفرصة نواسيكم شوي. سعد ايش اسم مدرسكم؟ مدرسات يا اخوي. لا شو اسمها؟ لا سعد مدرسات؟ ايه تمهيدي يا سعد. تمهيدي؟ لا عادي يا اخوي، تمهيدي. الله يكتب اجرهم ويوفقهم. تمهيدي تمهيدي اصلا اولى وابتدائي وثانيه كذا. اذا جاء بكره شوف، اذا جاء بكره رحت المدرسه قول لهم يشوفونك في التلفزيون. اي صح قول انا طلعت في التلفزيون. ما عليك يا جماعه الخير. من اللي بيأذن؟ انت ليه وهقتوني وانا واقف؟ قال لا عادي ما في شيء، عادي والله. الان اللي ما عنده ابناء بيعرف هذا الامر. طيب نرجع بعد الصلاه كذا 5 دقائق ولا 10 دقائق كذا نسولف شوي. تدري اصغر واحد في المنتجع عندنا هنا؟ ليه؟ يلا هلا. تدري اني اصغر واحد في المنتجع؟ انت متزوج؟ متزوج واصغر واحد ما شاء الله. كم معك؟ كم عليك؟ علي ولد ما شاء الله. علي مسعود. مسعود ايش تكثر مسعود؟ اي والله انا اشتكي من جدا. ما ودك ان نجيبه؟ والله صغير سنة. والله يستاهل يا الأدب انكم تجيبون مسعود. يستاهل الطيب. سميته مسعود على من؟ على ابوي. انعم وكرم عليك زوج. انعم وكرم يا اخي نفسيه. مين؟ يلعب والله سعد. ما يدري ان معك حزام اسود، ما يدري انك راعي تيكواندو. تعال عشان تهاوشني. تكفى سوي ايمن دبل كيك. اسالوا ايش يشجع يا رجال؟ اي ايش يشجع؟ اي نادي؟ ربي هلالي. الاتحاد. لا سعد متابعينا الان بنطلع على الاذان ان شاء الله وبنرجع ناخذ لنا 10 دقائق لانه الوقت. من يشجع الاتحاد الحين؟ انتهى. جاب راسي الولد ذا والله ما ادري عنه. على ابوه.